طبعا مسابقة عمان للبيوت الصديقة للبيئة جاءت حقيقة تطوير لبرنامج أحد البرامج تحت مظلة برامج الابتكار، وجاءت حقيقة لتعزيز فكرة البحث العلمي والابتكار في قطاع البناء. فكما تعلمون أن قطاع البناء يعني قطاع كبير مستهلك للطاقة، فتوفير الطاقة في هذا الجانب وخاصة حقيقة الطاقة المستهلكة في تبريد المباني تعتبر حوالي 80% من الطاقة المستهلكة في هذه المباني، فتسليط الضوء على هذا الجانب المهم من استهلاك الطاقة ومن العملية التنموية اللي هي عملية تطوير المباني وعملية تطوير المدن، يعني شيء لم يغفل عنه مجلس البحث العلمي. فجاء تسليط الضوء على هذا الجانب من خلال مسابقة تعنى بالتنافس بين الجامعات المحلية في السلطنة، بحيث يعني يشترك الطلاب والمهندسون وأيضا القطاع الخاص وأيضا الجهات المعنية بالمصادقة على قواعد البناء، الاشتراك في فريق عمل متكامل. تدخل هذه المسابقة ويقوم مجلس البحث العلمي بتمويل هذه المسابقة على أساس التنافس. الهدف منها حقيقة قبل كل شيء هو بث الوعي يعني في جميع القطاعات المعنية، سواء كانت القطاع الأكاديمي المعني بإخراج المهندسين إلى الواقع وتأهيلهم التأهيل المناسب، والمعماريين من جانب آخر. وإذا جينا أيضا على القطاع الخاص هو القطاع المنفذ لعملية البناء، أيضا التوعية بأهمية استخدام المواد ذات الكفاءة العالية، توجيه المباني في الاتجاه الصحيح التي تسمى يعني الباسيف ديزاين. كذلك أيضا إذا جينا على الجانب الحكومي المعني بجوانب القواعد والاشتراطات المطلوبة في عملية البناء، يعني كل هذا التداخل ما بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي والقطاع الحكومي، هذا واحدة من الركائز اللي يهتم فيها مجلس البحث العلمي ويحاول أن يدمجها في بوتقة واحدة من أجل الاستفادة العظمى. فالمسابقة يعني ما هدفها فقط إنشاء البيوت، لكن هدفها التوعية قبل كل شيء. يعني فالحمد لله رب العالمين بادرنا احنا في مجلس البحث العلمي بطرح الفكرة على المجلس، مجلس البحث العلمي او على هيئة المجلس، وتم الموافقة على ادراج هذا البرنامج من ضمن برامج الابتكار في السلطنة. فتم الاعلان بعد طبعا ما وضعت الشروط المطلوبة لادارة هذه المسابقة، حيث تم تشكيل لجنة مكونة من القطاعات المعنية سواء من القطاع الخاص أو من القطاع الصناعي أو من القطاع الأكاديمي. هذه اللجنة أشرفت على عملية إعداد يعني القواعد المنظمة لهذه الاستراتيجية لهذه المسابقة، ثم تم طلب المقترحات البحثية من الجهات المعنية. فحقيقة كان هناك صدى رائع يعني من قبل المؤسسات الأكاديمية في السلطنة، 5 مؤسسات تقدمت يعني بطلب الاشتراك في هذه المسابقة، مؤسسات تقودها طبعا هي الجامعات، يعني أذكر منها طبعا الجامعة سلطان قابوس، جامعة نزوة، الجامعة الألمانية للتكنولوجيا، الكلية التقنية العليا، وأيضا جامعة ظفار. فحقيقة احنا فخورين بهذا الخطوة على أساس أنها بداية المسابقة وأول مرة تجرى في السلطنة. فالفرق تقدمت بالمرحلة الأولى، قدمت مقترحات مفصلة أدخلت فيها الجانب القطاع الخاص وأدخلت فيها القطاع الحكومي، فالفرق متكاملة. فطبعا تأهلت هذه الفرق الخمسة إلى المرحلة الثانية، مرحلة التصميم، ونأمل إن شاء الله تعالى إنه مرحلة التصميم التي يعني ستبدأ من هذا الوقت إلى حوالي السنة القادمة في شهر مارس، إنها تؤتي ثمارها من ناحية تصاميم قابلة للمنافسة. طبعا يعني بعدها المسابقة بعد في المرحلة الثانية ستخضع أيضا لاستخلاص أفضل التصاميم، ثم تمول أفضل التصاميم، لن تمول جميع التصاميم يعني إلا فقط التصاميم الجيدة يعني والمعقولة في هذا الجانب. هذه الورشة اللي اليوم احنا فيها جاءت يعني لإعطاء دافع
للفرق المتنافسة ويعطاهم دفعة علمية في هذا المجال. أيضا يعني جاءت لنشر الوعي ما بس في القطاع اللي اشترك في المسابقة، ولكن لجميع القطاعات المختلفة. فتم وضع أهداف الورشة اليوم بحيث أنها تغطي جميع القطاعات، والحمد لله رب العالمين يعني أتت ثمارها، والجميع يبدو أنه مستفيد من نتائج هذه الورشة.